تعالوا بقى نروح للاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وأوراوا الياباني الذي يقيم في 10:00 صباح اليوم بتوقيت السعودية، 9:00 بتوقيت القاهرة، باستاد الأمير عبد الله الفيصل، للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء الجمعة لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية. والمقامة طبعا حاليا بالمملكة العربية السعودية. حضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق ورئيس البعثة، والكابتن خالد بيبو المدير الفني، والكابتن حنان الزيني المنسق والمدير ومدير اللوائح والتراخيص بالنادي الأهلي، والدكتور أحمد جبلة طبيب الفريق، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد الإداري، واللواء علاء صلاح المنسق الأمني، وأحمد طوخي مسؤول التسويق، وبجانب ممثلي نادي أوراوا الياباني بالإضافة إلى المنسق العام ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية. وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الأسود والشورت الأسود، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق بالكامل زي ما حضراتكم شايفين معنا على الشاشة كده اهو، ويرتدي فريق أوراوا الياباني طاقم مكونا من القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي الحارس الطاقم الأخضر برضو زي ما حضراتكم شايفينها واضحة في الصورة يعني. وبالمناسبة عاوز أقول لحضراتكم إن الأهلي متفوق تاريخيا على الأندية اليابانية سواء في كأس العالم للأندية أو في أي بطولات أخرى. إحنا بنتفائل أكيد بتاريخنا، ولذلك نشوف يعني زي ما حضراتكم عارفين إحنا بنلعب أول كأس عالم لعبناه كان في اليابان وتفوقنا على فرق يابانية، ودايما الأرقام ليها لغة كده معينة يعني.